مشاهدينا دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا في بلاط صاحبة الجلالة، الجولة الصحفية المعتادة في برنامج هذا الصباح واللي بنطالع فيها أهم الأخبار والمنشطات بالإضافة للعناوين ومقالات الرأي الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. مشاهدينا يسعدني أن يصحبني في هذه الجولة الصحفية الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام الأستاذ محمد الأنور. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الحقيقه مجموعه كبيره جدا اخبار بتتصدر الصحف. خلينا نبدا مباشره بجريده الاهرام، الحقيقه فيها خبر لافت للنظر بيتحدث حول خلال اجتماعه مع رئيس الرقابه الاداريه السيسي يطالب الرقابه الاداريه بمكافحه الفساد في جميع اجهزه الدوله. يعني طبعا تاكيدات متواليه للرئيس عبد الفتاح السيسي على ضروره مكافحه الفساد في الجهاز الاداري للدوله، كيف تقرا هذا الخبر؟ اولا هذا الاجتماع ليس هو الاجتماع الثاني خلال اقل من شهرين. الرئيس يولي اهميه خاصه لملف مكافحه الفساد. الرئيس سبق وان اعلن مرارا وتكرارا انه ليست هناك خطوط حمراء، كل من يثبت فساده وافساده يحاسب بالقانون. تصريحات الرئيس وتاكيداته ليست بالجديده، ولكن المطلوب تفعيل عدد كبير من الاليات والاجهزه لمكافحه الفاسدين والمفسدين، لان مشكله الفساد ليست بالمشكله السهله. الفساد يولد الارهاب، يولد الاحباط، يلتهم كل شروط التنميه. هناك الكثير من المؤسسات او رجال الاعمال والهيئات الاستثماريه التي ترفض الدخول الى الكثير من البلاد بسبب وجود نسبه عاليه من الفساد. في اعتقادي ان المعركه الحقيقيه للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجهزة الدوله وللدوله المصريه في المرحله الحاليه بجانب مكافحه الارهاب والقضاء عليه هي القضاء على الارهاب، على الفساد بالدرجة الأولى، لأن الفساد والإفساد هو البيئة الحاضنة. طب حضرتك دلوقتي أشرت للآلية، يعني إذا ما هي الآلية بالفعل للرقابة الإدارية وإحكام الرقابة الإدارية وبالتالي مكافحة الفساد؟ الآلية هي الأجهزة المختلفة التي ضبطت الكثير من القضايا، وعلى رأسها القضية الأخيرة فيما يسمى بقضية فساد وزارة الزراعة والتي جاري التحقيق فيها. أجهزة الدولة سواء الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية وغيرها لديها الكثير من المكاتب ولديها من الإمكانيات ومن البيانات ما يؤهلها ويمكنها من ضبط الفاسدين. والمطلوب التحرك الفعلي، لأن المواطن المصري البسيط بحاجة إلى أن يلمس أن هناك جدية فعلية في مكافحة الفساد، خاصة وأن الجميع يسمع ويتابع عن الأرقام وعن المبالغ وعن نمط السلوك. لا نقول أن نمط السلوك العلوي هو السيء، ولكن نبدأ بالمشكلات المتراكمة والعميقة التي أسفرت عن اختلال هيكلي في الكثير من المؤسسات في الدولة المصرية، سواء في المؤسسات في الإعلام، في الصحافة، في الزراعة، في الثقافة، في كافة. طبعا الجهاز الإداري للدولة هو من أساسيات أكيد الدولة، ويحتاج لنظرة عميقة جدا من المسؤولين. وهذه في اعتقادي أن هذه النظرة وهذه الآلية وهذا العمل المكثف يجب أن يظهر للنور من خلال إعلامه أو إعلانه للمواطن العادي البسيط، حتى يشعر بأن هذه الأجهزة تعمل في جدية للمحافظة على أموال وأخلاقيات. نعم. ومؤسسات الوطن التي هي ملك لجميع الشعب. طب خلينا من الأهرام نروح على طول لجريدة الأخبار ونشوف أهم عنوان فيها. الحقيقة عنوان بارز أيضا طالعته جريدة الأخبار، الرئيس لوزير الداخلية يصرح ويقول التزام تام بالحياد في الانتخابات ويكلف وزير الأوقاف بالإسراع في التعرف على المتوفين والتوصل للمفقودين في منى. يعني آخر وأهم التفاصيل اللي وردت في هذا الخبر. بالنسبة لمسألة التزام الداخلية بالحياد، الرئيس سبق وأكد مرارا وتكرارا أن الدولة ستكون على الحياد، لأن هو الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق. الرئيس والدولة المصرية حريصة على إنجاز هذا الاستحقاق لإزالة الكثير من الغموض. في اعتقادي أن الانتخابات القادمة ستكون انتخابات شفافة ونزيهة، والأمر يعتمد على اختيارات المواطنين. وسبق وأن أكد الرئيس مرارا وتكرارا أننا على المصريين أن يدققوا في هذه المرة جيدا في عملية الاختيار، وهي المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق المواطن، وليس على مسؤولية الدولة والداخلية وأجهزتها هي تأمين المواطن للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولكن المسؤولية الأولى تقع على المواطن في اختياره لمن يمثله
كعضو برلماني في هذه المرحلة الحرجة، عليها أن يختار الأنزه الأكفأ، لا يختار بأسس تقليدية من الطرق القديمة، ولكن يختار من يستطيع أن يقدم له خدمات، وليس المعنى الخدمات خدمات حياتية، ولكن خدمات في بناء المؤسسات الدولة من خلال إعداد القوانين وإقرارها واقتراحها، وهذه الأشياء لا يدركها الكثير للأسف. طب عايزين حضرتك تحدثنا حول الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة والخطوات الاستباقية للالتزام بالحياد في الانتخابات القادمة. في اعتقادي أن هناك اللجنة العليا للانتخابات، وهي سبق وأن أعلنته، وهي حكم عدل بين كافة الجهات ورصدت العديد من المخالفات والانتهاكات من جميع المرشحين، سواء كانوا مرشحين فرديين أو منتمين لقوائم أو تيارات أو أحزاب، ورصدتها، وهناك آلية قانونية وضعتها اللجنة العليا المستقلة للانتخابات لمعاقبة من يخترق هذه الأمور. المسألة ليست منوطة بأجهزة الدولة، هناك جهاز وهو اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، هي التي تتابع وتحدد أن هذا العضو انتحك، هذا العضو التزم، ولكن كما سبق وأن قلت أن مسؤولية الدولة من ناحية التنفيذية هي تأمين مراكز وتأمين سير المواطن كي يصل بأمان إلى ويسر، بأمان ويسر أيضا إلى صندوق الاقتراع ليختار. طيب خلينا نتحدث حول الجزئية الثانية في الخبر والمتعلقة بالحادث الأخير اللي وقع في منى. يعني الحقيقة الرئيس كلف وزير الأوقاف بضرورة والإسراع في التعرف على المتوفين وأيضا المفقودين. يعني آخر الأخبار المتعلقة بحادث منى حتى الآن. آخر الأخبار المتعلقة بحادث منى أن هذا الحادث هناك الكثير من علامات الاستفهام حوله، وهو لا يرجع إلى سوء تنظيم الحج بقدر ما يرجع إلى تدافع. هناك الكثير من الأمور التي ستكشف عنها الأيام بخصوص حادث التدافع، خاصة وأن أرقام الضحايا يعني أرقام عالية، هناك الكثير من السيناريوهات التي تطرح بالنسبة لمصر وبالنسبة لعدد الضحايا. كما أعلن أن وزارة الصحة المصرية طالبت ذوي المفقودين بسحب عينات من الدي ان اي لتحليلها للتعرف على جسامين أقاربهم. هذا الحادث في اعتقادي هناك الكثير من الممكن أن يحتوي هذا الملف الكثير من المفاجآت، خاصة وأن الكثير من القوى والدول المعادية الإقليمية للسعودية أو المعادية للسعودية بدأت تتخذ من هذا الحادث في أطهر البقاع ذريعة للهجوم على المملكة العربية السعودية، وهو ما أعلنت مصر عن تضامنها معه مع السعودية في هذا الأمر. طيب خلينا نروح للمصري اليوم. الحقيقة عنوان بارز جاء من صدر المصري اليوم، يقول حكم نهائي باستبعاد عز وسمى المصري من الانتخابات واشتعال حرب التصريحات بين السلفيين والإخوان. ما هو تعقيب حضرتك على هذا الخبر؟ نعم، هناك يعني كما سبق ارتباطا بمسألة اختيار الناخب، هناك أيضا هناك سقف خارج إرادة الناخب، وهو مسألة فلترة المرشحين أو الذين يتقدمون للترشيح. هناك منظومة قيمية تحكم أي مجتمع وعلى الجميع أن يلتزم بها، وهو الأمر الذي قام به القضاء. هذا القرار يعني أراح الكثير من المصريين، خاصة وأن أحمد عز وهو أحد رموز نظام مبارك السابق، والجميع يعرف ما تسبب فيه هذا الشخص من كوارث سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. استبعاده في اعتقادي أنه رسالة قوية بأنه لا عودة إلى الوراء وأن نظام مبارك لا يمكن أن يعود. بالنسبة لقضية السمى المصري، فهو الجميع يعرف أن هذا الشخص الذي يدخل للبرلمان يجب أن يكون ذو مواصفات معينة، حتى لا نقول وظيفة مشرع، ولكن حتى لو افترضنا جدلا أن المشرع هذه هي وظيفة، ولكن يشترط فيها المتقدم لهذه الوظيفة أن تتوفر فيه كذا وكذا وكذا وكذا، مع احترامنا وتقديرنا للسماء المصري، ولكن هذه الشروط لا تنطبق عليها لأنها تمارس مجال آخر في الرقص. وعندما ينضب معين المصريين نلجأ إلى اختيار راقصات وفنانات ليمثلوا الشعب المصري، ولكن الشعب المصري مليء بالكفاءات والقدرات والمهارات. طب الخبر أيضا تحدث حول جزئية اشتعال الحرب والصراع بين السلفيين والإخوان، إلى أي مدى يمكن أن نستغل هذا الصراع لصالح الشعب المصري؟ أنا في اعتقادي لا يوجد صراع بين الإخوان والسلفيين،
هناك تنافس، هناك تراشق، هناك خلاف مصالح مصلحي، ولكن في النهاية الخلاف إن بدأ للكثيرين هو خلاف ظاهري. في اعتقادي أن حزب النور والسلفيين تحديدا سيمررون بعض الأشخاص المحسوبين لصالح جماعة الإخوان المسلمين داخل عبادة السلفيين، والتاريخ القريب علينا أن نستذكره جيدا من خلال متابعة مواقف الإخوان والسلفيين خلال فترة حكم مرسي. الخلاف تكتيكي وليس خلاف استراتيجي، الخلاف ظاهري ولكن الاتفاق والتوافق من ناحية الباطن واضح ومعروف للجميع. نعم. طب خلينا نرجع مرة تانية لجريدة الأخبار. خبر جاء تحت عنوان رئيس وزراء فرنسا في القاهرة السبت يلتقي الرئيس، توقيع صفقة مسترال وأربع اتفاقيات في الطاقة والزراعة وتنمية العشوائيات. يعني كيف يمكن أن يكون لهذه الاتفاقيات وتوقيعها أثر في الواقع المصري؟ أولا بالنسبة للعلاقات المصرية الفرنسية، هذه العلاقات شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية. الموقف الفرنسي من مصر وخاصة من ثورة 30 يونيو كان موقف رائع ومشرف، والشعب المصري يكن كل التقدير والاحترام للشعب الفرنسي. وترجمت هذه العلاقات الجيدة على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي في توقيع عدد من الاتفاقيات والمواقف أيضا، أما اتفاقية مسترال واتفاقيات في الطاقة والزراعة، والجميع يعرف أن فرنسا تكاد تكون الدولة شبه الوحيدة أوروبيا التي لا توجد لها أجندة سياسية تجاه مصر، لا توجد لها لديها أطماع، ولكنها تراعي مصالحها ومصالح الآخرين. ومن هذا المنطلق كان الحرص من القيادة المصرية على توثيق أواصر التعاون. طب خلينا نفهم المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي، يعني ما مفهوم اتفاقية أو صفقة مسترال؟ يعني مضمونها بيدور حول إيه؟ صفقة مسترال هما حاملتين طائرات، كل حاملة بتحمل حوالي 16 مروحية وعدد من المدرعات وعدد أيضا من الجنود، وبها مستشفى ميداني يتسع لستين سرير. حاملة طائرات تحمل طائرات أباتشي أو طائرات هليكوبتر مروحية وليست حائلة طائرات محركات. مصر كانت هاتين الحاملتين كانت تعاقدت عليهما روسيا، ولكن لأسباب الحرب في شبه جزيرة القرم تم فسخ العقد من قبل فرنسا واشترتهما مصر ودفعت أثمانهما. هاتين الحاملتين الطائرات في اعتقادي أنه ستكون واحدة في البحر الأبيض وواحدة في البحر الأحمر، وستكون هما نواة صلبة للقوى البحرية المصرية، خاصة وأن الجميع يرى ويدرك ويعي أبعاد ما يحدث في البحر الأحمر وفي باب المندب تحديدا. هاتين الحاملتين هما تدعيم للقوى البحرية وانطلاقة جديدة، ونتمنى أن تتبعها صفقات أخرى، خاصة وأن الجميع لا يعرف الضعفاء، سواء ضعفاء عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا، بجانب العديد من الصفقات الأخرى التي ومع على رأسها الرافال طبعا التي ما زالت في طور التنفيذ وتم استئنافها. بالطبع. خلينا نلقي نظرة أيضا على جريدة الشروق. خبر جاء من الصفحة الأولى نقرأه مع حضراتكم، السيسي يطالب بوتين بحلول سياسية لأزمات المنطقة، البحرية الروسية تقصف داعش من بحر قزوين، يعقبها عملية برية واسعة للجيش السوري، ووزير الدفاع الأمريكي موسكو ترتكب خطأ جوهري. يعني طبعا الأزمة الروسية في الأراضي السورية وما يعقبها من ضربات متوالية لداعش، يعني تفسير حضرتك لهذا الخبر؟ اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس بوتين هو اتصال ضمن السياق الطبيعي، مصر وروسيا تربطهما كما سبق وأن ذكرت حالها حال فرنسا، ولكن العلاقات مع روسيا أوسق كثيرا، لأن روسيا لديها خبرة كبيرة في التعامل، والشعب المصري لديه نوع من الارتياح النفسي والمعنوي للروس تحديدا منذ الستينات والخمسينات، والجميع يعلم ذلك. الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصاله أكد على ضرورة الحل سياسيا، لأن في النهاية أيا كانت المعارك أو الحلول العسكرية، هي في النهاية جميع الأطراف سيجلسون سويا على طاولة مفاوضات واحدة. الحرب دائما تقود إلى التفاوض، ومصر لا ترى أن الحرب ستستمر إلى ما لا نهاية، ولكنها تطرح صيغة من الممكن أن تقوم
قطع الطريق على استمرار الحرب واستمرار القصف، لأنه خلال عمليات القصف والحرب نرى جميعا سقوط ضحايا مدنيين وأبرياء، فضلا عن عمليات الهجرة والتهجير. العامل الروسي في الأزمة الروسية في اعتقادي أنه سيكون عامل توازن وحاسم ووازن، ولكن إذا تم توجيه ضربات إلى كافة الجماعات الإرهابية المتواجدة في سوريا. لا نقول أن روسيا جاءت للقضاء على داعش، روسيا جاءت بالدرجة الأولى للحفاظ على مصالحها المتمثلة في قاعدتها البحرية في طرطوس، وتريد توسيع ذلك، وتريد أن تصبح، وهي بالفعل أصبحت لاعبا فعليا وفاعلا في منطقة الشرق الأوسط من خلال اللقاءات ومن خلال التحركات ومن خلال القوات الجوية والقوات البحرية ومن خلال العمليات الأخيرة. نتمنى أن تستمر العمليات، ولكن في النهاية نتمنى أن يجلس الأطراف الفرقاء سواء الإقليميين أو الدوليين أو داخل سوريا للوصول إلى حل وتوافق ينهي الأزمة السورية في أسرع وقت ويحافظ على كيان الدولة السورية والمجتمع السوري الحاكم للسياسة الخارجية المصرية، والتي أعلن عنها مرارا وتكرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر حريصة على وحدة التراب السوري وعلى الدولة السورية وعلى المواطن السوري ضمن أي صياغة، المهم ضمن إطار سوري يكفل للجميع مصالحهم وتعايشهم، ويكفل تواجد الدولة السورية، لأننا لسنا بصدد إذا فتح الباب أمام سيناريوهات التقسيم. هستعير من حضرتك، تواجد الدولة السورية بالفعل هو يعني الأساس للدولة السورية الآن. خلينا ننتقل للأهرام، خبر جاء تحت عنوان الحكومة اليمنية تقرر البقاء في عدن رغم هجمات داعش وحزب صالح يقبل شروط السلام. يعني تفاصيل برضو هذا الخبر. أولا يعني من المؤكد أن المنطقة الآن، المنطقة العربية تحديدا، مرتبطة ارتباط كلي وجزئي بكافة القضايا، مسألة داعش ومسألة الكثير من العوامل. أولا بالنسبة لداعش في اليمن، هناك الكثير من علامات الاستفهام والتعجب على الهجوم الأخير الذي استهدف مقر قوات التحالف العربي ومقر الحكومة اليمنية. داعش كما هو معروف هي جماعة سنية متطرفة، هناك الكثير من الأطياف. الحرب في اليمن حالها كالحرب في سوريا في العراق أخذت بعدا مذهبيا. عندما تقوم هذه الجماعة بضرب الحكومة المدعومة من قوات التحالف العربي، فإن هذا يضع الكثير ويؤكد الكثير من الأمور بأن هذه المنظمة التي تسمى داعش هي منظمة مخترقة من الكثير من الأطراف، وتعمل وعملت وتخدم أهداف الكثير من أعداء الأمة العربية والإسلامية. الحكومة اليمنية أعلنت على لسان رئيس وزرائها أنها مستمرة ومتواجدة وأن العمليات مستمرة، وكان آخرها مساء أمس أنه تحرير صرواح اليمنية ومحيطها من ميليشيات الحوثي. كما سبق وأن ذكرت، سواء فيما يتعلق بالملف السوري كذلك الحال بالملف اليمني. الملف اليمني هناك قرار دولي صدر من مجلس الأمن يلزم جميع الأطراف بالالتزام بالشرعية، بشرعية حكومة الرئيس هادي، والجلوس إلى حوار. وكانت هناك جلسات كبيرة أو كثيرة من الحوار، ولكن من أخل بها وتخلى عنها هم الحوثيين وانقلبوا عليها. وأيضا الخبر ذكر فيه أن حزب صالح بيقبل هذه الشروط المتعلقة بالسلام. أنا في اعتقادي أنه حزب صالح لن يقبل، لسبب أنها ممكن من الممكن أو من المؤكد أنها مناورة لكسب الوقت أو لتحسين الأمور أو تحت ضغط، ولكن حل تحت هذا، حل تحت الضغط لا يمكن الاعتماد عليه. الجميع يعرف أن ملف الأزمة سواء في سوريا أو في العراق أو في اليمن مرتبط بأطراف إقليمية وتحديدا إيران. إيران هي من تدير اللعبة حاليا في المنطقة بعلم وبمباركة أمريكية، وهو ما يتطلب حلا واضحا. القوات التحالف واضحة، هناك قرار دولي تعتمد عليه وهو القرار الصادر من مجلس الأمن، وهو الذي يتيح استخدام القوى. في اعتقادي أن الحل في اليمن تحديدا في اليمن يجب أن يكون حاسما وعسكريا، لأنه لا مجال للتفاوض. اليمن شعب قوي، واليمن يشرف على ممر ملاحي استراتيجي يؤثر على مصالح مصر الاستراتيجية ويؤثر على مصالح جميع الدول الاستراتيجية. لا تفاوض، والحمد لله تم السيطرة على مضيق باب المندب أخيرا. أما بالنسبة للتفاوض، من الممكن اللجوء إلى التفاوض، ولكن بعد إعلان القبول بالحكومة الشرعية وقبول قرار مجلس الأمن الدولي.
نعم بالفعل قبول قرار المجلس الأمن الدولي هو الفيصل. بكده نكون استعرضنا مجموعة من الصحف وجولتنا الصحفية النهاردة في هذا الصباح. بشكر الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام الأستاذ محمد الأنور. شكرا. شرفتنا يا فندم. شكرا. أيضا مشاهدينا مستمرين معاكم في هذا الصباح، ودلوقتي هنخرج لموجز لأهم وآخر الأنباء.